برضه انت لسه في افريقيا ماشي بنظام التعادل، يعني الاهداف في حاله التعادل، فده يخلي الماتش يصعبه شويه، يصعبه لانك عايز تكسب. لعيبه النادي الاهلي مع مؤمن زكريا كابتن بعد المباراه. لقطه جميله، انا شفت مؤمن كمان على الدكه. ما هو من ضمن يعني المسؤولين في النادي شفته يعني من ضمن الجهاز يعني. فحاجه جميله لعيبه النادي الاهلي مع مؤمن زكريا، يعني ربنا يعافيه ويعفى عنه يا رب. يا رب يا رب ان شاء الله. هو يعني بني ادم جميل جدا جدا، وكان لاعب جميل، وكان لاعب مهم جدا جدا جدا، ربنا يعافيه ويعفو عنه يا رب، ويديله الصحه يا رب. يا ان شاء رب الله ان شاء الله ربنا.